طبعا يعني زي ما احنا بنتكلم على الفريق الاول وبنتكلم على حسام عاشور وعلى الاصابات، معانا مداخله مهمه جدا جدا من المدرب العام لنادي الاهلي هو الكابتن محمد يوسف. يا كابتن محمد برحب بحضرتك. مساء الخير. مساء الخير عليك يا عمر وامير، وسعيد ان انا اكون معاك. احنا اسعد يا كابتن يوسف، مساء الخير على حضرتك، وحشنا كتير والله. الله يخليك، والله انا سعيد بيك وسعيد ان انا معاكم طبعا في بيتنا وقناه النادي الاهلي، دي تعتبر هي البيت بتاعنا طبعا. كابتن محمد، عايز اعرف في البدايه رايك الفني بعد مباراه الاهلي ومصر للمقصه وبدايه عوده الروح والاداء الجميل اللي جمهور النادي الاهلي كله بينتظره. والله الحمد لله، الحمد لله احنا بنقول يعني خطوه كويسه، خطوه جيده طبعا جدا. فيها مكاسب كتيره جدا، اولها طبعا الهدف الاول بتاعنا في كل مباراه هي الثلاث نقاط، لكن في نفس الوقت ايضا هناك مكاسب اخرى زي الاداء الجيد جدا، عايز اقول كمان السياديه في الاداء والسهوله في الاداء، دي حاجه ادت انطباع جيد عند جمهور النادي الاهلي وكل المتابعين للنادي الاهلي. برضه انا من وجهه نظري ان ثلاث اهداف احرزت باقدام لاعبين انضموا لنا في فتره يناير. مظبوط. جيمي اجاي كان في قمه الانتظار نتيجه الاصابه، رمضان عودته من الكره، وايضا حسين الشحات وانضمامه. شايف برضه ايجابيات اخرى طبعا، وهي ياسر ابراهيم بيقدم مستوى ثاني مباراه ليه، حد فتحي كان اول مباراه ليه. طبعا التالق والعناصر الباقيه ماشيه بشكل كويس جدا، هاني ونزلت اشتغل برضه نتيجه الاصابه في قصد ايقاف ايمن اشرف، وكان سعد سمير لسه ما يعني كان لسه داخل معانا بس ما بقالوش فتره بيتمرن، او يعني الثلاثات دي ما شافش مجاهد بشكل كامل، فبالتالي نزلت اشتغل في الفترات، وهاني كان مساك قدوا بشكل كويس جدا الرباعي اللي ورا. فعايز اقول ان الحمد لله دي مكاسب اخرى بتضاف للثلاث نقاط، خروجنا بدون اصابات الحمد لله ده برضو حاجه يعني تعتبر من الايجابيات، خصوصا ان احنا الفتره الاخيره كان كل مباراه بيحصل اصابه او بيحصل حاجه، فالحمد لله. لكن انا عايز برضو اكد بقى واكد لك على كلامي ده، ان احنا قفلنا خلاص الصفحه بتاعت المقصه كويس، ودلوقتي كل تركيزنا في وادي دجله ومباراه مهمه جدا بالنسبه لنا. طيب بالنسبه لمباراه وادي دجله كابتن يوسف، اكيد مباراه هامه للغايه، شايف المرحله المقبله بشكل عام للنادي الاهلي ازاي، خصوصا في توالي المباريات وضغط المباريات ما بين المباريات في الدوري المحلي وكمان مباريات دوري ابطال افريقيا؟ والله ده قدر النادي الاهلي، خلي بالك الفتره صعبه يعني، كلنا مركزين جدا وكلنا متفقين انها فتره صعبه. انت بتلعب من فتره بتلعب كل اربع ايام، حتى مباراه الجزائر لعبنا 18 رجعنا لعبنا هنا 24 وكان فيها سفر بالظبط، سفريتين في بعض يعني، سافرنا من جوه الجزائر داخلي من مدينه بشار للجزائر، ثم سفريه اخرى من الجزائر للقاهره، بعدها بتسافر اسكندريه تلعب مع المقاصه، ان شاء الله يوم الاثنين هنلعب مع وادي دجله، بعدها على طول يوم اثنين عندنا مباراة السند التنزاني، مباراة خمسة انتي، ثمانية مباراة اخرى. عايز اقول ان توالي المباريات دي مهم جدا جدا جدا، ان احنا مركزين قوي عايشين للكورة بس كلاعبين وجهاز فني، دي مهمة جدا. فانا شايف الفترة الجاية ان شاء الله فترة مبشرة، خصوصا كمان ان بدا المصابين يرجعوا، دخلوا لنا سعد سمير ودخل لنا صلاح ودخل كمان هشام محمد وجيرالدو، عاشور النهارده كان موجود معانا في الملعب برضه ان شاء الله يعني خلال ايام قليله قوي، كويس كويس، مروان محسن وعذار وشغالين بشكل قوي جدا، وان شاء الله كمان احمد مكتسي ونجيب ووليد سليمان ان شاء الله يرجعوا لنا بالسلامه، يعني اتمنى اكون ما نسيتش حد من المصابين، لكن احنا في احتياج شديد جدا للمصابين الفتره القادمه. ليه؟ انت كل ما يرجع لك ان شاء الله ناس من المصابين فدي هتعمل ارتياحيه في حته التدوير، ويبدا ان لما يحصل تدوير نتيجه الكثافه العاليه للمباريات ما يبقاش فيه يعني بيخف الضغط عن اللعيبه شويه او تدافع. نعم، بيخف الضغط عن اللعيبه شويه. طبعا طبعا تقدر تعمل التدوير بتاعك بانسيابيه يعني.
تمام. كابتن يوسف، هل ممكن نشوف تعاقدات جديدة خلال الفترة القادمة وقبل انتهاء التعاقدات الشتوية، ولا الجهاز الفني اكتفى بالصفقات الحالية؟ والله يعني برضو عشان أكون صريح معاك، سواء النية في عدم ضم أو في ضم، طالما إحنا الانتقالات مفتوحة فكل شيء وارد. إحنا طبعا تعودنا في النادي الأهلي إذا نشتغل عشان نضم حاجة أو كده بتبقى طبعا كان شديد جدا طبعا، ما بنتكلمش عليها غير لما تكون خلاص الموضوع انتهى تماما. وارد جدا اي حاجه وارده، خصوصا ان الانتقالات مفتوحه لغايه يوم 30 ان شاء الله. تمام. طيب كابتن يوسف، ناقص مكانين في القائمه الافريقيه، هل خلاص الجهاز الفني استقر على الاسمين اللي هيكونوا متواجدين، ولا مستنيين لاخر يوم في انتقالات يناير تحسبا لاضافه عنصر جديد للنادي الاهلي، او لا قدر الله تحسبا للاصابات؟ هو زي ما انت قلت يعني طبعا في مكانين فاضلين، المكانين دول احنا في انتظار طبعا. عندنا مباراه بمعنى اصح وادي دجله يوم الاثنين، تدريبات يوميه، فمتطلبات طبعا والجهاز المعاون فضلنا ان الموضوع يبقى في اخر وقت، على اساس ان انت بتتعامل مع كل المتغيرات وكل الظروف اللي بتقابلك في الايام القادمه يعني. فخلينا نشوف كده بعد مباراه وادي دجله الامور ايه، وبعد كده ان شاء الله المتطلبات هيعمل قراره. تمام. كابتن يوسف، يمكن كلام كتير اتقال خلال الفترة الأخيرة بعد تصريحات مؤمن زكريا المعار لنادي أحد السعودي، هل في تعليق من حضرتك؟ لا والله لا، يعني أنا طبعا احنا تعودنا في النادي الأهلي يعني مع احترامي طبعا لتصريحات مؤمن زكريا، لكن أنا احنا تعودنا في النادي الأهلي إن مفيش مدرب يطلع يرد على لاعب، لكن كل اللي أقدر أقوله بتمنى له التوفيق. واكيد المسؤولين في النادي الاهلي والناس اللي شغاله في النادي الاهلي عارفه ايه الخطوات وايه اللي بتم، لكن انا بتمنى له التوفيق في نادي احد السعودي وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. ان شاء الله. اكيد ده تصريح مسؤول بشكل كبير جدا من كابتن محمد يوسف، وهو عارف الكلام اكيد مهم جدا اللي هو قاله ده. لكن سؤال اخير يا كابتن يوسف عايز اسال حضرتك فيه، وهو يعني أهمية تواجد جهاز استشفاء طبي خلال المرحلة المقبلة بالنسبة للنادي الأهلي، وهل الخطوة دي فكر فيها الجهاز الفني وبلغها المجلس الإدارة بعد تولي الإصابات الفترة الأخيرة، ولا كان في تخطيط مبكر بالنسبة للنادي الأهلي بشكل عام يكون في الجهاز ده؟ والله عشان أكون صريح معاك، الفترة الأخيرة دي تم اجتماعات ما بين الكابتن السيد طبعا ومستر طارتي، وفي اجتماعات فردية طبعا. أنا ما عنديش يعني علم بيه، يعني ما عندناش علم اذا كان تم استقرار على شراء الجهاز او لا. هو تم خلاص الاستقرار طبعا، تم خلاص الاستقرار. نعم. والنادي اعلن كمان بشكل رسمي يا كابتن يوسف. يبقى الو كابتن يوسف معانا يا جماعه؟ واضح طيب الكلام في اي حاجه ليها علاقه بالاصابات جهاز الاستشفاء مش بتكمل على خير. لا اكيد كانت مداخله مهمه جدا من كابتن محمد يوسف طبعا مدرب في الجهاز.